قصتنا من أغرب القصص، تلاقينا وما أصعب اللقاب. تا انساكي ما عندي فرص، ونكملنا قلوب انحرقاب. عشقنا بعض ضعنا بهالدنيا، كذبنا كذبة وبدنا نصدقها. كل دقيقة عشناها سنين، والسعادة سرقة نسرقة. وين كنتي لما كان قلبي فاضي؟ وين كنتي تأخرتي؟ حبك محرم علي تأخرتي. وين كنتي لما كان قلبي فاضي؟ وين كنتي حبك محرم علي تأخرتي؟ يا حبيبتي قصتنا من أغرب القصص. حبيبي وينك؟ وين قضيت الليل؟ طيب أنا جاي لعندك، أنا هون حدك مني بعيدة. باي. خيك صار له من امبارح ما اجى على البيت. ما قدر يتحمل بيو خمس دقايق. هشل وما رجع. انا تحملته من وقت اللي خلقت لهلا. حتى وقت اللي ما كان ساكن معنا كان عايش براسي مثل الوسواس، مثل الوسواس. انت بتعرفي قديش بكرهه امي؟ بتعرفي قديش بكرهه؟ بعرف.
بعرف انه هو سبب كل اللي انت فيه، وبعرف انه انت مخصك بكل اللي عم بيصير معك. بعرف، قلبي بيعرف. مرحبا يا زواد، شو عم يخبرونا؟ رجع المايسترو؟ وما في مرحبا، ما في تفضل؟ مرحبا، تفضل. والله عم يحكوا العالم انه شافوه امبارح حالته بالويل، خمران سكران ومطفي. وين كان هيدا؟ منين اجا؟ حرام، قال ماشي مثل مشردين، تيابه مخزقه. ما عرفتوا وين كان؟ دخلك وينه هلا؟ مش راجع لهون؟ شو بكون ما حدا عم يرد علينا؟ دخيلك نادر ارحمنا، دخيل اجريك ارحمنا. نحن بحالة بشعة كثير، مش ناقصنا سمية بدن، فاعمل معروف اتركنا نعرف نفكر على رواق. ايه ما تغزونا. ها؟ دقيتوا للست نسرين خبرتوها انه البابي تبعها رجع؟ حرام، بتكون مشتقت له كثير بدها تعرفها على عائلة جوزها وعلى جوزها الزواج. دقوا لها خبروها، والله حرام. يلا باي باي. ليك هشام، هيدا الانسان ما بقى تدعس عنده بالمره. ليش فكرك برضاي امي روح ولا ما روح لعنده؟ رقبتي تحت مقصه، صرت متدين منه كثير مصاري ولقط علي كمبيالات. امي انا ما بدي فوت على الحبس، ما بدي فوت على الحبس. بركي بركي رجعوا أولادي وأنا كنت بالحبس، شو بعمل؟ طرفلني الخيك من تليفونك، أنا مش عم بيرد علي. إنه إذا ما رد عليك فكرك رح يرد علي أنا؟ أمي؟ معقول بيي يفكر يرجع يعيش معنا هون؟ أنا ما في أعيش معه، ما في أعيش معه، بحس حالي رح موت. ما تخاف، ما رح خليه يرجع لهون ابدا. ناطر حضرة جناب الأميرة لتقوم من النوم وتجي لعندي. مشتاق لجنون، والمزرعة هون ما إلها جنس الطعمة إذا هي مش موجودة. أنا كمان مشتقت لك حياتي، بس في مشكلة بدي حلها هون وبعدين بطلع. ليش في شيء؟ قوليلي. كأنه المشاكل عم تشتى علينا من أول ما تجوزنا رمزي، ولا أنا هيك مفتكرة؟ شو صار؟ حدا تحت بالبيت ضايقك بشي؟ لا بالعكس، هالمرة المشكلة ببيتي مع عائلتي. حدا بو شي؟ امبارح بالليل بيي رجع على البيت. شو؟ نعم، رجع مثل القدر سكران مطفي، عم بكسر ويخبط. لا 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 لا، مين قال لي؟ مين بده يقول لي؟ طارق خيي نزل خلصوا من قرفهم، وليك كلهم مش فرقانين معي ابدا. ما تقسي على امك وعلى خيك يا حبيبتي. بليز رمزي، حياتي 100 مرة صرنا حكيين بالموضوع. طيب طيب، اعملي اللي بريحك. ما تنسي اذا احتجتي شيء كل بطاقات المصاري معك، تصرفي مثل ما بدك. ميرسي حياتي، انا بخلص مع طارق وبحكيك وبضل طالعه. يلا ناطرك، ما زالني هون رح خلص اوراق المعمل مع ابو منير، وعندي اجتماع مع مدير ورشي جاي ليشوف المعمل، بلكي بيستلم الترميم. يعني خلص كل شيء ماشي؟ شو عم نلعب لك؟ بحبك. وأنا كمان بحبك كتير. يلا خلصي كل شيء وتعالي عندي بسرعة، أوكي؟ أوكي، باي.
تفضل. بونجور بونجور. شو انشغل بالنا عليك؟ طولت بالنومة. ايه تأخرت لخفيت، كنت قلقانة. شو؟ طلع الجبل؟ ايه ايه طلع الجبل، بس عندي كم شغلة بدي اعملها قبل ما اطلع. مشاكل اهلك ما هيك؟ مين خبرك؟ جاد الصبح كان عم بيحكي على الترويقة انه عندك مشاكل مع اهلك، بس اكيد ما قلنا شو هي. في شي خطر؟ مش المهم هلا، انا مهم انت حبيبتي. اوعى تخلي هيدا الكذاب يأثر عليك. ايه شو ما سمعك حكي بيكون عم بيكذب، ما تضعفي وتصدقيه. بكره رح نبلش ورشة المعمل بالجبل، بدك تطلعي تساعديني؟ انا بدك اياني اساعدك بالمعمل؟ اكيد. ما بدك؟ اكيد بدك. بحبك. انا كمان. تبي طمنيني عنك؟ ايه تبي على حالك. انت كمان. باي باي. نسرين؟ شو فلة؟ ايه فلة. هيك بلا ما تودعيني؟ ليش بدي ودعك؟ شو مسافرة على البرازيل انا؟ شو صاير لك نسرين؟ زعلانة مني شي؟ ابدا. لكن كنت عم بشكر ربي انك مزروب بالبيت هاليومين، لكن خلص دفن البنت. هيك على القليلة ما بتخبر اخباري الا لعائلتك وبس. شو قصدك يعني؟ مليون خبرية صرت سامعة بهالبيت جد. صرت مكتشفة 100,000 مشكل ومن العيار التقيل كمان، وما بخبر حدا شو بيصير بهالبيت احتراما لألكن. حتى مها صاحبتي اللي بخبرها كل شي ما بتعرف شي عن مشاكلكن. انت بتسمع مشاكلي بالليل رح بتخبرهم بالصبحية للعيلة؟ شو؟ انا؟ ما فهمت. كنت عم بودي عجينة، كان مشغول بال علي، سألتني عن مشكلتي مع عائلتي. بس أنا ما كان قصدي شيء، وهن كانوا عم يسألوني ليش نايمة. نسرين بليز، أنا ما حكيت شيء. أنا كل اللي قلت لهم إياه إنه نسرين نايمة، ما توعوها ما حدا يزعجها لأنه صار في عندها مشاكل بعائلتها امبارح. ما بعرف إنه أنت أصلاً متخبري كل مشاكلك يعني من دون عقد. أنا بخبر إخباري لما أقرر أنا أخبرهم. على كل حال مش مشكلة. خليك بعيد شوي عن أهل البنت، أصعب نهار هو نهار الدفن. نسرين بليز بليز بليز. شو؟ ما تاخدي عني فكرة عاطلة، أنا مش من هالنوع من العالم. أنت بتعرفي إنه أنا خبرتك تفاصيل كتير شخصية بحياتي، ما حدا غيرك بيعرفها. حتى في إشي حكيتك إياهن من أنا وصغير نسيهن وما كنت مذكرهن قبل ما تحكيني. مش مشكلة خلص. لا بلا مشكلة. قولي لي إنه مش زعلانة مني. أنا ماني زعلانة منك جاد. تبع حالك، أنا لازم أمشي. باي. طيب رح تشوفي طارق؟ ما بعرف هلأ بشوف. جاد بك شي؟ في شي؟ لا ما في شي، بس نسرين فلت. ايه شفتها فلي. انت بك شي؟ انا لا. شو بني؟ انا بني شي.
هشام، أنا فكرت وفكرت كتير منيح وأخذت قرار، يمكن هالقرار ما يعجبك ولا يعجبني، بس فكرت وأخذت القرار. قرار شو أمي؟ فكرت بخيك طارق. شو بيه طارق؟ طارق كان مقرر إنه يبقى عند أخته لحتى يكفي علمه، لأنه سهر وجوز نسرين كان كافله إنه يعلمه لحتى يكبر ويصير رجال. هلأ أنا بالأول رفضت لأنه ما كان بدي أخسره مثل ما خسرت أختك نسرين، بس هلأ بعد ما رجع بيك وأكيد ناوي يرجع يخرب لنا حياتنا من أول وجديد. لا شو لا؟ لا أمي، ما رح أقبل إنه طارق يفل كمان. طارق ما بيقدر يترك البيت ابدا. امي انا ما عندي شغل ولا عم لاقي شغل كمان، بعدين طلع بحالك، انت مريضه ويمكن ما عاد فيك تشتغلي كمان، انه كيف بدنا نعيش نحن؟ كيف امي كيف؟ لا هشام، رح اوقف بدرب خيك انا. لا حرام، هيدي فرصة هلا سنحطه لخيك انه يصير رجال ناجح ومبسوط، مش احسن ما يطلع؟ يطلع شو امي؟ يطلع مثلي ما هيك؟ لا انا مش هيك قلت، مش هيك قصدت. بلا امي، بلا هيك قصدك، بدك اياه يطلع ناجح مش فاشل مثلي انا. امي طارق ممنوع يترك البيت، بيعيش مثله مثلنا. اذا نسرين بدها تساعدنا بتساعدنا كلنا سوا، مثل ما هي اخته وهي اختي كمان وهي بنتك. ليش كل الدنيا بتساعد بعضها وما حدا بده يساعدني؟ ليش كل الناس بتحن على بعضها ما حدا بيحن علي؟ ليش هالقد انا انسان مرتبل خالص؟ هالقد امي تليفونات على الإذاعة مثل الشتة. ليش؟ حاطين على البيج الإذاعة على الفيسبوك وتويتر إنه خيا لسيلا قتل صاحبته الطالبة معه بالجامعة، حاطين إنه اغتصبها وقتلها، والتليفونات وناس عم تسأل. إيه وشو عم تردوا أنتو؟ روان عم ترد إنه ما منعرف شيء وإنه هيدي إشاعات. بس هيدي مش إشاعات. ومين قال لك؟ صاحبي عنده صاحبه، خيو بيكون بصف بودي والبنت اللي انقتلت. وقال هيدا حرام، خيو امبارح راح انتحر لان كان مغروم بالبنت اللي انقتلت. شو؟ ايه وكمان خبر الشاب انه بودي خيا لسيلا هو اللي قتلها ويحوم مزود بالحبس. لهيك سيلا صار لها يومين مختفيه، هي لو بتموت ما بتغيب عن الهوا. مصيبه، عن جد مصيبه. اكيد مصيبه، اذا القصه مزبوط انه بودي قتل واغتصب البنت رح يصير كتير صعب على سيلا تطلع وتنصح العالم. كيف بدها توجههم؟ كيف بدها تنصحهم إذا بودي خيا هو اللي قتل واغتصبها للبنت؟ شو خصها هي بخيا؟ لك بتضحكي أنت، كأنك منك عايش بهالعالم. على كل حال، الخبرية بعد ما سبتت على الصبح، بكرة منشوف. عفيفي يا عفيفي، شو هالريحة الحلوة؟ هيدي ريحة الأرض، ريحة المردكوش والحبق والجردينيا. فظيعة يا عفيفي، فظيعة، ما رح تتغيري أبداً. مش محرزة نتغير يا خويجة. معك حق، مش محرزة. خويجة، فيني أحكيك بموضوعين مهمين لازم أحكيك فيهم. موضوعين؟ قولي ثلاثة أربعة. أنا
عندي نص ساعة قبل ما أروح لعند أبو منير، هيدي نص ساعة كلها لإلي. أول شي بدي أحكيك عن طارق خيّا للست نسرين. شو بو طارق؟ ضيّعك بشي؟ قالك شي؟ لا أبداً، بالعكس أنا متضايقة لأنه رجع نزل على بيته التعتير. الصبي بجنن يا خواجة وبحاجة لاهتمام ورعاية، وإلا حرام رح يخسر حاله ومستقبل. بس ما فهمت شو المطلوب؟ يا ريت بيجي بيعيش معنا هون وأنا بهتم فيه مثل ابني تماما. هو بيقول لي إنه أمه ما بتهتم فيه وما بتحبه كمان، وخيه بيضربه وبيأذيه، والصبي بلا علم حتى أكل ما بياكل. يا ريت بتجيبه يعيش معنا هون ومننتبه له وبيتعلم. حبيتيه ما هيك؟ كثير، أكثر ما بتتصور. يمكن ما تحتاجي تطلبي إنه يطلع. هلا يمكن يجي مع نسرين وراح يضل هون على طول. خي ما بيو، بيو هذا المجرم أصل البلا، رجع ظاهر من جديد. رجع على البيت بعد 15 سنة يهدد ويكسر ويصرخ. يا دلي أنا ما بكفيه خيو المجرم ليرجع بيو كمان. ما تعتلي هم طارق، أنا رح أهتم فيه. إيه شو الموضوع التاني؟ أمل. شو بها أمل؟ خايفة منها. ليه؟ قالت لك شيء؟ عملت شيء؟ لا هي ما قالت لي شيء ولحد هلأ ما عملت شيء، بس أنا حاسة إنه أمل تغيرت من وقت ما حضرتك اتجوزت. خايفة منها. أمل مغيرة هاليومين كتير وحاستها مش طبيعية. أنا سمعت ستة كلمتين يعجبوا خطرها. ستة مرة معترة وما طالع بإيدها شيء، أنا عطول بزورها وبتطمن عليها. ستة ما إلها سلطة علي. أمل مغيرة كتير هاليومين يا خويشة. ما تخافي، أنا بعت لها مصاري مع ستة، بعت لها قرشين حلوين. هلا بتلتهي بالشراية وبالتفاصيل المهضومة والحلوة وبتنسى كل شيء. قولك هيك، بس أمل عم تلتقي بالست نسرين كتير. خلاص خلاص، ما بقى رح يلتقوا. عفيفي. نعم. جيبي لي كم ورقة حبق، موت بريحة الحبق. هيدي الريحة بتذكرني بأهلي الله يرحمهم. كان بي وقت ليقعد ليشرب كاس عرق يقطف عرقين حبق يحطهم بكباية مي مثل المزهرية ويقعد يمزمز ويتصبب عليهم. الله يرحمهم ويطول عمرك يا رب. سيلا حياتي ناطرك تجي لعندي. لا إذا أنت ما جيتي أنا رح روح أتغدى عندك. إيه يلا حياتي يلا ما تطول. بونجورنو سينيور. أوف 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 أوف. شو هالجمال هذا كله يا ست ليندا؟ بلا كذبك على القلب أنت التاني سكوت. لا والله عم بحكي مبين كتير حلو اليوم. عن جد؟ يعني بيلبق لي الغرام؟ الغرام؟ هي أكيد بيلبق لك الغرام، بس إنه غريب السؤال شوي. ولا شو هالضحكة هيدي مدام بيلبق لي؟ لا مش عم بتضحك، بس إنه أول مرة بتسأليني هيك سؤال. عطول في أول مرة. قلت لي بيلبق لي الغرام. أكيد بيلبق لك. يعني معقولة حدا ينغرم فيي مثلاً؟ يا ست ليندا أنت بعدك ست ستات، شو عم تحكي؟ عم بسألك عن جد بلا مزح، يعني معقولة أنت كشاب بتحس ممكن حدا ينغرم فيي؟ طيب ما صرت سألتيني السؤال أربع مرات يعني. إنه شكلي بعده منيح؟ لا لا شكلك روعة، شكلك ما هي الفكرة، يعني المشكلة مش بشكلك بالتحديد. بشو لكان ولا؟ بأخلاقك ست ليندا. عن جد عم تحكي؟ أنا أخلاقي عاطلة؟ لا لا عم بمزح بمزح، أخلاقك تاخد العقل. عم قول لأنه أنا كثير هنية. يا عمي وينكن؟ كم سنة الواحد بده يسكن عندكن لتعملوا له فنجان بقاطة؟ أخلاق بتطير العقل. حبيبي
طمني حبيبي. طمنك عشو؟ ليش شوف الشي بيطمنك؟ وين نمت بالليل؟ ما نمت. صرت هونيك بالحي عند جمانة. كل الليل قاعد تحت الشجرة مقابل بيتها. طلع الضو وما شفتها. حتى انه ما طلعت الصبح. ما راحت على المدرسة ما بعرف ليه. حكيتها ما عم ترد علي. حبيبي فيك تنسي لي جمانة هلا ونحكي عن مصيبتنا؟ شو بدي خبرك عن مصيبتنا نسرين؟ طلع هشام معه. هشام كان بيعرف انه البابا عايش وموجود. مرة لما كان سكران قال لي انه البابا كان بالحبس وظهر. حبيبي حتى لو بيك بعده عايش وموجود على الكرة الأرضية بالنسبة لإلك لازم يكون ميت. هذا رجال بشع ومجرم كبير ومش لازم تخليه يأثر عليك. بكفي شو عامل بخيك هشام. طارق لازم تجي تعيش معي. لازم تخليني ساعدك تتعلم وتخلص حالك. كيف بدي أترك أمي؟ كيف؟ بدك تصير مثل خيك هشام؟ قلي بدك تصير مثل هشام رجال ضعيف وفاشل وعنيف وسكرجي وأمرجي وحزين؟ بدك بكرة لما تتجوز مرتك تتركك وتاخد ولادك وتروح فيهم مدري لوين؟ لا ما بدي. لا فإذا خليني ساعدك. أمي مرة مستسلمة ولو بي بده يعيش 100 سنة ما رح تسترجع تاخد قرار معه. ما بتقدر تعمل شيء. بلا بتقدر. ما حدا ما بيقدر يعمل شيء طارق. من زمان كان فيها تعمل شيء وتساعدنا. من زمان كان فيها تخلصنا من قرفه وبشاعته وما عملت. هي كمان عم تتعذب. هي مرة مستسلمة وأنا برفض المرة المستسلمة. يعني بتركن وبطلع معي؟ ايه بتطلع معي. بتطلع معي نعيش بهالمزرعة الحلوة والضيعة الأحلى. هيك بتتعلم وبتدرس وبتساعدني بترميم المعمل. هيك بتطلع لك قرشين بتساعد فيهم خيك وامك. قولك امي ما بتزعل مني؟ طارق جاوبني. انت بدك تعيش ببيت بيطب عليك رجال عنيف يصرخ ويعيط ويكسر ويضرب كل يوم؟ لا أنا ما بقى أحمل حدا يضرب. أصلاً ما بقى أقبل حدا يضرب. إيه هيدا الرجال تحت شعار إنه بيك وإله مونة عليك رح يضربك كل يوم. لما كان يضربني أنا وصغيرة كان يحلشني وما يشيل إيده من شعري إلا لتطلع خصلة بين إيديه. ولما الناس يقولوا له وقف رح تقتلها كان يقول لهم هيدي بنتي وملكي وأنا حر فيها. واللي بيبكي انه الناس كانوا يتركوه لان بيعرفوا انه ما بيقدروا يعملوا شيء. طارق لحتى تقدر تساعد خيك وامك بدك تطلع من البيت. بدك تطلع لبرا والا رح تصير مثلهم وبيصير كلكم بدكم مين يساعدكم. اي متى فيي اطلع معك؟ هلا ضب ثيابك واطلع معي. بس ثيابي واغراضي بالبيت. بوصلك بسيارتي. بنطرك على أول الشارع بتضب ثيابك وبتطلع معي. شو؟ طيب وجمانة؟ حبيبي هلأ مثل ما أنت هيك رح تضل تنطر جمانة ورا الشجرة. بكرة لما تصير رجال قد الدنيا رح تدق بابها وراسك مرفوع. Thank you.
صرفت له نص عمره. قال شو بيقول لي هالشهر انقطعت الكهرباء اكثر من هيداك الشهر. انا شو عامله؟ قيدت له هن على الورقه والقلم، حسبت له هن بالتكه، جبتهم يا ارض انشقي وبلعيني، ما عاد يعرف شو بده يعمل. وبلشت فيه يا نصاب يا حرامي يا كذاب يا منافق، ان شاء الله ببج موتورك بخلقتك وبتحطهم حق دواء. يا عمي حرام عليك، الزلمه بيسترزق. نحن حرام عليه، هو حرام علي، عم يسترزق. شو هيدي؟ شو مستر قال لمادام جينا؟ أو من يوسف. بدك تقري الكارت؟ لا ما بدي. شو كتب له؟ كتب له إنه بحبها كتير ويموت فيها. هذا بيعرف يحب هيدا، هذا بحب الأرض والمصاري والبيت، شان نصاب. أنا قايمة كبهم بالزبالة. يلا انزل جيب اغراضك، انا ناطرتك هون. ما تخاف طارق، ايه ما تغير رايك حبيبي، ما تخلي حدا ياثر عليك، فكر كرمال مستقبلك. على القليله حارب كرمال حبك لجمانة. اوكي شرفت؟ وين كنت لهلا؟ مش عايز صار ما. لوين هربت؟ ما هربت. فليت لحتى ما اضرب ويقولوا الناس اني ضربت بي، بحس بالذنب. انا انسان مؤمن وما بقبل اضرب بي وزعل الله مني. واذا شغلت بال امك المريضه كل الليل عليك، هيك ما بتكون زعلت ربك؟ انا انصدمت ماما، لانه كنت مفتكر انه ميت وما بقى رح يرجع ابدا. حكيت مع اختك؟ قلت لها انه بقيك رجع على البيت؟ خبرتها كل شيء ماما، وقالت لي لحتى طب اغراضي وروح ايش معها. يعني انت هلا جاي تطب اغراضك وتروح لعنده؟ ايه. لك وين ناطرتني هونيك؟ طيب. روح طب ثيابك. لو ما هي طلبت منك هالشيء انا اللي كنت بدي اطلبه منك. بدي اياك تزمط بريشك يا امي. بس ضل طمني عنك. شو في هلا؟ لشو عم تبكي؟ لو ما فهمت يعني، كل ما تلفن لك سمعك صوته او حكاكي كلمتين حلوين او بعت لك ورده، بدك ترجعي تعملي نفس القصه؟ جد شو في لزوم للحكي هلا؟ اطلع اطلع، ليك عم بتخاف منك؟ انا ماني عم خوفها، انا عم خبرها الحقيقه مثل ما هي. لا الله يخليك، الله يخليك. روقي حبيبي روقي. Thank you.
الو ايه نسرين وينك؟ سوري قصدي وينك يعني طلعتي على الجبل ولا بعد؟ ليه عم تسأل صار شي؟ حدا مبشي؟ ليه ضروري حدا يكون بشي حتى اسألك؟ لا بس غريب سؤالك. لا ما انت فليتي و استفقتلك. اصلا انا بعدني زعلان. اصلا انا زعلان كتير لانه انت مفكرة انه انا اللي خبرت الكل عن مشاكلك الشخصية والعائلية. خلص جاد خلصت القصة. لا ما خلصت نسرين ما خلصت. هلا جاوبيني انت وين؟ انا ناطرة خي طارق باول الشارع عم بيجيب اغراضه من البيت. طلعته معي. انا عم فكر اطلع يومين على الجبل. انت؟ وبدك تترك سيلا وخيا بهالحالة؟ لا قصدي انه انا هون قاعد مزروب مش عم في روح الشغل. القصة عم تتفاعل وعم تكبر مع الجماعة واصلا سيلا ما فيها تترك اهلها وتطلع معي. شو بك جاد ليش هيك موتر؟ خلص ما بني شي ما بني شي. اصلا سيلا اجت بدها تتغدى معي برجع بحكيكي بعدين. باي. حياتي شو هالايام البشعة اللي عم نقطع فيها؟ ما تخافي انا دايما حديك. أنا اللي عليكي مشتاق مش غيري مشتاق ليكي وإذا رجعت من العشاء وعشقتيني شو عليكي يا بهي عليكي أنا طول عمرك نشتا وحركي بتحبي رقصة دبكي بدي اتعلم دبكي تأشبك داي بدايكي كيكي 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 لك ريت بنعيمة. أنا أول ما عرفت إنه هيدا الشاب انتحر طبعاً زعلت بس قلت إنه يمكن يكون هيدا الشي لصالحنا يبين أشياء جديدة. قلت أنا يمكن يكون هو اللي قاتل وبعدين رجع ندم وانتحر هيك شي. طلع إنه هالقصة زادت لنا مصيبتنا مصيبة. ليش؟ ما يكون اتهموا خيي كمان بقتله لهيدا الشاب. لا أبداً بس قال إنه هو كان يحبها لريما وريما بتحبه لبودي وقد ما كان مغروم فيها ما قدر يتحمل موتها وانتحر. طيب بس شو ما في تحقيقات يعني؟ انه ما في بصمات؟ قال ما لقوا بصمات بالبيت الا بصمات ريما واهلها لريما، ولك حتى على ريما ما لقوا بصمات. يعني على الارجح انه يلي عمل اللي عمله يكون لابس كفوف. ليك على هالشغله انه هلا الشاب مات قصدي ما بقى فيكم تعملوا شيء؟ حتى لو كان هو القاتل خلص راح مات. مصيبه مصيبه كبيره. ما حدا بيعرف شو بيصير. يمكن يجد شيء تفصيل صغير بالقضية يقلب الشغلات فوقنا تحتنا. يا رب. أنا رح أطلع يومين ثلاثة بكون ظبطت حالي فوق وبرجع بشكل عام. انتبه على حالك يا أمي وما تحمل همي أبدا. الله معك. هي لوين رايح؟ لوين رايح عم بحكي معك. ما خصك لوين رايح. ما خصني؟ خصني ونص. أنا خيك الكبير وولي أمرك. فشا أمي وليت أمري وهي سمحت لي فل. هشام اترك خيك. أنا سمحت له يروح عند أخته اتركه. ليك وليه؟ ممنوع حدا يترك هالبيت بدون إذني فل. عم تتركني ولا؟ آخر مرة بديتك علي. أنا ما بدي أضربك لأن خيي الكبير وما بدي هينك. بس بتعرف كثير منيح إنه إذا بدي أضربك بتحجر. أنا
تعال هون. يا اهلا الستات. هشام اترك اخواتك يفلوا. يفلوا؟ ما بده يفلوا. يفلوا يتركوني هون مقبور معك. حطوا سبع البرومبو يجي يضرب ويسب ويكسر ساعة البد ويفل. اتركوا يفل. اطلع اطلع السيارة طارق، اطلع السيارة. رح خليكم تفلوا قبل ما تساعدوني نسرين. ولي انت شو انت؟ انت شو؟ روحي يا امي، روحي خيتي خيك وفلي، ما عاد تجي لهون ابدا. روحي نسرين. دخيلك راح تموت بدي اشوف اولادي. نسرين انت جوزك غني بتقدري تساعديني. ساعديني نسرين. ليش ما بدك تساعديني؟ انا لانه بدي ساعدك ما راح خليك تشوف اولادك. لك عيني يشوفوك بهالحاله هشام. ما انا بس يرجعولي ما بحبك بهالحاله. كذاب، كنت بهالحالة وأضرب هن ومعك من هيك شلو فلو، من هيك بيكرهوك وما بدهم يشوفوك. عاطلي انت انسان عاطلي وكل عمرك تكرهيني. روحي عم قل لك روحي اطلعي بسيارتك وفلي. دقيلك فلي. قصتنا من أغرب القصص، تلاقينا وما أصعب اللقاء. تا انساكي ما عندي فرص، ونكملنا قلوب منحرقة. عشقنا بعض ضعنا بهالدنيا، كذبنا كذبة وبدنا نصدقها. كل دقيقة عشناها سنين، والسعادة سرقة نسرقها. وين كنتي لما كان قلبي فاضي؟ وين كنتي تأخرتي؟ حبك محرم علي تأخرتي. وين كنتي لما كان قلبي فاضي؟ وين كنتي حبك محرم علي تأخرتي؟ يا حبيبتي قصتنا من أغرب القصص.